صباح الخير يا ام ايه. صباح الخير يا ابني. عامله ايه؟ الحمد لله يا ابني. اللي معادك في الهوا بس كده. والله يا ابني قاعده عايزه اروح لبيتي يا ابني، بس مستنيه حد يشوف حد يوصلني يوديني ليها. طب انت عارفه مكانها كويس؟ عارفاه. انا ممكن انا اوصلك لو انت عايزه، انا النهارده الجمعه اجازتي. ربنا يرضيك يا ابني يا رب. طب هي بنتك ما تجيش تاخدك ليه يا ابني؟ عندها عيال يا ابني ومش فاضيه يا ابني. انا قلت اروح لها كده مفاجاه. عارفه المكان كويس يا ام ايه؟ عارفاه يا ابني، شارع 15. طب تعالى اوصلك. ربنا يديك يا ابني. كنت عايز اسالك سؤال يا ام ايه. نعم يا ابني. هو انت بتخدمي نفسك ازاي يا ابني؟ ربنا ليه حكمه في كده يا ابني، بينولي طريق يا ابني قدامي يا ابني. طب في سؤال تاني عايز اساله لك، معلش. اتفضل يا ابني واسال. من صغري بشوفك، يعني انا اسف يعني في الكلام، ان انت ما بتشوفيش يا ابني. بنتي كانت تعبانه عيا جامد، والدكاتره قالوا لي لازم تعمل عمليه، كانت تعبانه في عينيها يعني. اه انا اتبرحت في حاجات في عيني، اتبرحت بيها لبنتي. المهم بنتي يا ابني اتفتح يا ابني، انا مش مهم. ضحيتي بعينك؟ اه عشان بنتي كانت لسه صغيره يا ابني. انا كبرت خلاص يا ابني. دي اغلى حاجه عندك عينك دي. هعمل ايه يا ابني؟ بنتي برضه ضنايا يا ابني. اعمل ايه يا ابني؟ ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك يا ابني. على مهلي. متأكدة اللي هي فيلا 15؟ أيوة يا ابني، دور أرض يا ابني على إيدك الشمال يا ابني. تعالي، فتحت الباب أهو. ربنا يكرمك يا ابني يا رب. على مهلك. بس امبارح اليوم كان حلو جدا. ما أنا كنت مشغولة، كان ورايا مليون حاجة. معلش الحمد لله. ورحت اتعوض بقى. رحتي المنام من غير أمنية؟ أمنية؟ ما تتحركيش من المكان. احنا وصلنا اهو. ايه اللي جابك يا ماما؟ يا بنت وحشتيني. يا صحابي النهارده عندي معزومين كلهم عندي، هتفضحيني وتعريني قدامهم. وامنيه يا بنتك وحشتني. هتفضحيني هتفضحيني قدام صحابي، انا صحابي معزومين عندي النهارده كلهم. يا بنتي انا زهقت، قلت اجي يا بنتي. انا مش ببعت لك مصروفك كل فتره، وباجي ابص عليك كل فتره، ومفيش حاجه ناقصاكي، وجوزي مش مخلي حاجه ناقصاكي. يا ستي حرام عليكي بقى. جاري شافني قاعده، قلت له يا ابني ودينا عند بنتي. وانت كل ما تجيلي تجيلي بحد شكل. الله يسامحك يا بنتي. اتفضلي روحي، ولو انا لما كل فتره هعدي عليكي اديكي اللي انت عايزاه، ولما اخلص صحابي وعزوم صحابي هجيلك اشوفك عايزه ايه، وما تجيليش الا لما تقولي لي انا جايه. امنيه. نعم. هي مين دي يا امنيه؟ ومين ده اللي واقف مع ماما؟ دي تيتا. قولي والله؟ اه بس اللي واقف جنبها ده انا معرفوش. طب ما قمتيش سلمتي على تيتا ليه؟ ماما زعقلي، وماما قالت لي متحركيش من هنا، كنا اسمع كلام ماما. هي دي مامتك؟ ايوه مامتي. هي دي بنتك؟ دي انت ضحيتي بعينك عشانها؟ انت حكيتي له المسلسل؟ لحقتي تحكي المسلسل بتاعك اللي بتحكيه كل مره؟ مفيش في بقك غير بنت عطيتها عنيكي. ما بنتك يا ستي، ما لازم تديني عناية، ما انا لو بنتي هديها عناية برضو. انت ايه ده، زهقتيني من كتر المسلسل اللي بتحكيه كل مره للناس بنفس الطريقه. عينك عينك عينك. تعالي روحني يا ابني. مع السلامه. لو سمحت خدها من هنا، اصحابي عندي لو سمحت. على مهلك يا ام ايه. ندوش يا حبيبتي، معلش اتاخرت عليكي. هو في ايه يا اي؟ دي واحده انا بساعدها وجوزي بيساعدها، واصل هي عمي ما بتشوفش، فكل مره بقى تيجي تاخد مني ايه فلوس على حساب عمليه عينيها. اصل انا هعمل عمليه بكره وعايزه فلوس، تيجي ثلاث اربع مرات في الشهر تقول لي انا عايزه فلوس عايزه فلوس عايزه فلوس. ده طمع ده ايه يعني؟ مش معقول عشان بساعد الناس يجي يطمعوا فيا كده. يعني دي مش امك يا ايه؟ امي؟ لا يا بنتي طبعا، هي امي عمي ولا انت بتهزري؟ اصل امنيه قالت لي ان دي تيتا. امنيه؟ بصي ايه، انا عايزه اقول لك حاجه. ايه انت بوشين؟ عارفه ليه بوشين؟ عشان انت بتستعري من امك، والمفروض هي اللي تستعري منك.
اتعاملي لي فيها ان انت صاحبتي واحكي لي اللي انت عايزاه وفضفضي اللي في قلبك، وانا حكيت لك على سر بيتي والمفروض بعد اللي انت عملتيه ده انا ندمانه ان انا حكيت لك على حاجه، وبنتك دي هتعمل فيكي كده 10 مرات لما تكبر. لا امنيه بنتي حبيبتي ما تعملش فيا كده. ماشي انا عايزه افهمك حاجه، انا مستعريه اصلا ان انا عرفتك يا ايه، ومش عايزه اعرفك تاني عشان اللي انت بتعمليه في امك ده وما هتعملي فيا انا ايه. معلش يا امي ما تزعليش. طب يا ابني الله يسترك قعدني في حته دختي يا ابني. مفيش كراسي هنا. اي حته يا ابني دختي. طب تقعدي على الرصيف. ماشي يا ابني. طب انا على مهلك على مهلك على مهلك. اقعدي اقعدي على مهلك. ربنا يراضيك يا ابني، تحن عليا من بيتي، بيتي من دمي ولحمي، تحن عليا. لازم يعني تسحبي من لسانك وتقولي لها ان دي تيتا. يا ماما انت عودتيني يا ماما على الصراحه، ما عودتينيش على كده. وبعدين يا ماما انا زعلانه منك قوي، انت ازاي تعملي في تيتا كده؟ انت تيتا بتحبك والله يا امنيه. وبعدين انا كان نفسي اخدها في الحضن واحضنها، كان نفسي ان انا احضن تيتا وانت منعتيني يا ماما. وبعدين اللي قلتي صاحبتك ندى اللي هي واحده غلبانه وانت بتساعديها، انت المفروض تفتكري ليا مامتك. وبعدين على فكره كلمت انت ندى اللي هي لما قالت لك ان انا ممكن اعمل فيكي كده لما تكبري، انا مش عارفه ازاي قلبي طبعاً انا عامل فيكي كده، بس انت ازاي بنتي في مامتك كده يا ماما؟ انا زعلانه منك قوي، كان نفسي حد تيتا. ما انا مش عايزه حد يعيرني يا امنيه. تيتا بتحبني قوي وطيبه معايا حبيبتي، انا عارفه ان هي طيبه بس انا مش عايزه حد يعيرني ويقول لي امك عاميه. يرضيك عاملي كده لما تكبري. لا يا امنيه انت بنتي حبيبتي يا امنيه، مش هتعملي فيا كده يا امنيه. انا زعلانه منك قوي، المفروض تفتكري ودي مامتك. ربنا كبير يا ابني. ازيك يا حاجة؟ أنا صاحبة آية، أنا شفت الموقف والله العظيم وما عجبنيش، حتى قلت لآية أنت يا آية بوشين، وقلت لها بنتك هتعمل كده فيكي أكتر من 10 مرات، مش عايزاكي تزعلي. أنا سامحة يا بنتي. بصي اعتبريني بنتك من النهاردة، وأي حاجة تحتاجيها هتلاقيني. ربنا يهديها. حقك علينا يا حاجة، مش عايزاكي تزعلي نفسك. بعد اذنك. انت مسامحاها ازاي؟ انت ما شفتيش عملت فيكي ايه ولا ايه؟ ضنايا يا ابني، ضنايا. يا ماما ما تزعليش يا امي، حقك عليا. بعدين ليه بتخلصي تبات معانا وتقعد معانا؟ هي عملت لك حاجه؟ دي مامتك حبيبتك حتى. النبي يا ماما كان عاوزه احضنها، انا بحبها قوي. طب خلص يا امنيه خلص، طب ما تعيطيش. طيب انا ما بحبكيش تعيطي يا امنيه، دموعك صعبه عليا يا امنيه. يا ماما انا قادر يا ماما، انا نفسي احضن. خلاص طيب ما تعيطيش، طيب تعالي اتفضل. ازيك يا امي حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا ماما؟ ازيك يا ايه اللي معادك كده حبيبتي؟ كنت ببص على آية طمنت عليها وماشي. مين ده؟ دوت جوز بيتي. السلام عليكم. امي 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 تعالى يا حبيبتي معايا. انا مين؟ ايه اللي معادك كده يا حبيبتي؟ ده اختي يا ابني، قلت له قعد ده جاري ده محترم قوي. طب ليه ما عدتيش جوه يا امي طيب؟ وانا بصيت على آية ومشيت بقى، طمنت عليها. عايز اقول لك على حاجة. اتفضل يا سيف. مراتك هزقت امها وقالت لها انت عامية. لا يا ابني لا ما هزقتنيش ولا حاجه يا ابني. لا هزقتك لازم يعرف. لا يا ابني ما تخربش اللي ملوش الدنيا خير فيه يا ابني. لا ملوش خير فيه. لا يا ابني ما تخربش الدنيا يا ابني. هزقتها وتقول لها انا عندي اصحابي، ما ينفعش اصحابي يشوفوك كده، بتستعار من امها عشان عمية، يضحي بعينيها عشانها. معلش يا ابني خلاص يا ابني، معلش يا ابني خلاص. شكرا. انت قصدي انا ادخل انا عايزه اروح يا ابني، سيبني اروح يا ابني. لا استني يا امي والله انا اروح. يا امي والله لا اجيب لك حقك النهارده. معلش يا ابني. طب انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا استاذ. تقول لمراتك بس عايزك تعلمها او تفهمها يعني ايه ام. حاضر يا استاذ. مش عايزه حاجه مني انت يا امي؟ عايزه سلامتك، ربنا يكرمك. انا مستمتع جدا منك والله. العفو ربنا يخليك. السلام عليكم. تعالي يا امي يا حبيبتي. معلش يا امي ها؟ انت عارفه ايه كده. يا ابني عايز اروح، معلش عشان خاطري يا ابني. والله ما يحصل، انت مش عارفاني بفهم في الاصول ولا ايه؟ انت يا ابني من اصول يا ابني ومحترم يا ابني. وهي لو ما فيهاش خير فيكي مش هيبقى فيها خير فيا انا.
طالبه منك طلب يا ابني. نعم يا امي في الطلب. والنبي يا ابني ما تجيب لها سيره اللي محمد قال لك حاجه جاري يا ابني. حاضر الله يكرمك. حاضر يا امي. على فكره انت قبل ما تكون امها انت امي. ربنا يكرمك يا رب. وبحبك. انا عارفه والله انت اصيل. تعالى يا حبيبتي تعالى. ماما. سلمي على امي يا امي. يا حبيبتي عامله ايه؟ وحشتيني قوي. وانتي يا حبيبتي وحشتيني جدعه يا امنيه. ماما ماما سامحيني يا ماما. بص ايديكي سامحيني يا ماما عشان خاطري. سامحيني يا ماما. سامحاك. اللي انت عملتيه معايا زمان ما كانش حلي انا دلوقتي في اللي انا فيه دلوقتي يا ماما. سامحاك عشان خاطري. سامحيني انا ما كانش قصدي والله يا ماما. سامحيني. ابوس ايدك. سامحيني يا ماما. ما تدعيش عليا والنبي ما تدعي عليا يا ماما والنبي ما تدعي عليا. محدش يدعي على ضنا ابدا. حايج عليا يا ماما والنبي. ابوس ايدك وراسك يا ماما. حايج عليا يا ماما عشان خاطري يا ماما ما تزعليش مني. حايج عليا. انت عارفه المره الجايه لو زعلت امك ها مش هقول لك هنعمل فيك ايه. امك ديت قبل ما تكون امك دي امي. والله انا متجوزك على سيره امك الطيبه. حقك عليا يا امي. حقك عليا يا امي عشان قولي يلا حضر لنا الغدا. يلا تعالي يلا. تعالي يا امي يا حبيبتي. تعالي طب اقعدي. الله يخليك ليا يا دي. الله يخليك يا امي. يسعدك يا رب. اقعدي يا ماما. اقعدي. لا مؤاخذه يا امي يا حبيبتي. الله يخليك يا رب. معلش يا دي على اللي ماما عملته معايا. معلش يا امي. مؤاخذه حقك عليا يا ماما.